السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم جميعا بكل خير. ناس كتير بتسأل عن كيفية أو حساب إخراج زكاة المال أو الذهب أو الفضة. إن شاء الله في الفيديو ده أنا جمعت لكم طرق سهلة وبسيطة لحساب إخراج زكاة المال والذهب والفضة، وإزاي نقدر نحسبها بكل سهولة وبساطة. إن شاء الله الفيديو يفيدكم.